تعالى كده ناخد مع بعض رأي الناس. سألتك عن رأيك في التشكيل واتكلمنا بالتفصيل، تعالى ناخد كده آراء جمهورنا بقى اللي سألناهم على السوشيال ميديا عن رأيهم في قائمة الزمالك النهاردة لمواجهة الاتحاد السكندري، توقعاتهم كمان لسيناريو اللقاء. تعالوا نبدأ البداية من عند سيد فارس. سيد فارس بيصبح علينا، صباح الفل يا سيد. بيقول قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد رائعة، خاصة بعد عودة الأباتشي شيكابالا ويوسف أسامة نبيه، وبإذن الله لاعبتنا يكونوا على قد المسؤولية ويفرحونا بالانتصار إن شاء الله. وليد أمين، صباح الفل يا وليد. بيقول مباراة مهمة، لازم نركز ونستغل كل فرصة، وأتمنى نخلص الماتش بدري ونحترم المنافس ونلعب كل مباراة ببطولة، وإن شاء الله يكونوا رجالة وعلى قدر المسؤولية ويفرحونا. كل الدعم والتوفيق للزمالك، تحياتي ليك والفريق العمل. شكرا يا وليد. فرح بتصبح علينا، صباح الفل يا فرح. بتقول قائمة الزمالك جيدة رغم بعض الغيابات، لكن إن شاء الله هنفوز ونستعيد سلسلة الانتصارات، ولعبوا بروح وإصرار وتركيز، وأتمنى إن الزمالك يحسم المباراة بدري ونستغل الفرص ونبدأ بخطة 3-4-3، وإحنا واثقين فيكم يا رجالة، إن شاء الله الدوري في 100 عقبة. أنت عايز نلعب بالخطة دي، عايز نلعب بخطة 3-4-3، أنت فرح متفقين؟ صح. طيب يعني شايف، انت شايف ان هي دي؟ طبعا بنشكر كل طبعا الناس اللي بعتوا لنا على السوشيال ميديا، بنشكرهم شكر. طب ماشي، اخر حد معانا سامح بيصبح علينا وبيقول اتمنى الزمالك يخلص ويحسم اللقاء من بدري، وعشان نحقق ده لازم نركز في الماتش ونستغل كل فرصه، وان شاء الله نكسب ونحقق النقاط الثلاث باذن الله تعالى، والدوري لسه طويل، وباذن الله هنحقق الدوري الثالث على التوالي. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. بشكر كل الناس اللي بتشاركنا بارائهم على السوشيال ميديا.